هو أحد نجوم الجيل الذهبي لنادي الزمالك في فترة التسعينات، تميز بالروح القتالية والغيرة الشديدة على القميص الأبيض، وجسد دور الجوكر في أبهى صورة بالقدرة على شغل أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر. هو النجم عصام مرعي. مرعي من مواليد الأول من فبراير من عام 1965، وظهرت موهبته مع المستديرة في سن صغير لينضم لمركز شباب الأميرية وهو في 12 من عمره، ثم الانتقال لقطاع الناشئين بنادي المقاولون واللعب بقميص الفريق الأول لذئاب الجبل على مدار 6 سنوات، قبل أن يخطو الخطوة الأكبر في تاريخه بالانضمام لصفوف الزمالك واللعب بين صفوفه في الفترة ما بين عامي 91 و98. عصام مرعي أحد أشهر من ارتدى القميص رقم 9 خلال فترة التسعينات، كان ضمن كتيبة فريق الأحلام للفارس الأبيض مع كوكبة من نجوم اللعبة في مصر، حيث ساهم مرعي في تتويج البلانكو بسبعة ألقاب متنوعة، منها 5 ألقاب قارية بواقع تتويجين بدوري الأبطال، كذلك تتويجين بالسوبر الأفريقي ولقب للأفرو أسيوي، بالإضافة إلى لقبين بالدوري الممتاز في موسمي 1991-1992 و1992-1993. واتجه مرعي لمجال التدريب عقب اعتزاله، وشغل عدة مناصب فنية أبرزها في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، والعمل ضمن الجهاز المعاون للفريق الأول خلال 4 مناسبات سابقة. عصام مرعي كان بمثابة العملة النادرة لجميع من تناوبوا على تدريب الزمالك في فترة التسعينات بأدواره التكتيكية المميزة وقدرته على المشاركة في أكثر من مركز مثل لاعب الوسط المدافع والظهير الأيسر، كذلك لاعب الوسط الهجومي، بالإضافة إلى أخلاقه الحميدة التي أسكنته قلوب جماهير ميت عقبة، ليكون مرعي جنديا معلوما وليس مجهولا داخل الصفوف البيضاء على مدار سنوات من العطاء والإخلاص.